عودتنا صفرة الهنية على صفرة غنية. اليوم في عنا صنف سلطة رح سميها واين سلاد، رح يكون في كمان جبنة الشافر اللي عندها قيمة غذائية كتير عالية، لأنه الموليكول تبع الشافر هو أكتر موليكول سهل إنه يتفتت ومعي فترة لا أقدر أفرزه. رح حط معها كروتون، رح حط معها جوز، وجايب مسكلان، يعني جايب خلطة خس إيطالي ألوانه حلوة كتير، مع جبنة الشافر، مع رشة حبة البركة، مع شرحتين ثلاثة من الليمون والجوز، بيعطوني طعمة كتير طيبة. سلطة الهواي، نحن بحاجة لهالطبق. حشائش مشكلة، جبنة المعزة، ليمون برتقال، كروتون، جوز، صلصة الخردل مع العسل.